سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء سلط الضوء على الإصدار الخامس من تقرير نبض أهداف التنمية المستدامة والصادر عن الأنكتاد لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك بحلول العام 2030. وأظهرت بيانات الأنكتاد أن جائحة فيروس كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وأزمات المناخ التي تعرضت لها عدة مناطق حول العالم كان لها تأثير مدمر على التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.